رجل قبض عليه وكان عليه أن يختار أحد هذه الأبواب الثلاثة للتعذيب. إذن أي باب ستختار؟ في الأول دعني أرى ما بداخل الباب الأول. تفضل. فدخل الرجل وشاهد عشرات الرجال يقفزون على رجل واحدة. ليه من فضلك؟ لا أريد هذه الغرفة، دعني أرى ما بداخل الغرفة الثانية. حسنا فلنذهب. فدخل الرجل ووجد المئات من الرجال يقفزون مثل الضفدع. ليه؟ أنا لن أستحمل هذا، أرجوك دعني أرى ما بداخل الغرفة الثالثة، أرجوك. حسنا تعال. فدخل الرجل ووجد الآلاف من الرجال يشربون القهوة وهم يمشون. سأبقى في هذه الغرفة، فهنا لن أتعب كثيرا. هل أنت متأكد؟ بمجرد أن أغلق عليك الباب لن يكون هنالك عودة. نعم، فأنا أحب القهوة كثيرا كثيرا كثيرا. وبمجرد أن أغلق الحارس الباب سمع مكبر الصوت يقول: انتهت استراحة القهوة، عودوا مجددا على رؤوسكم.